تخبيو حتى شي حاجه، راه اللي جاي دق مرحبا. رانا قلتها، راه هاد الصفقه اللي درت انا وتحملت مسؤوليه الحمد لله ربي نجاني منها، هو ان جوج لاعبين باريزين ان تم البيع ديالهم فريق الوداد البيضاوي، واحد بالقيمه ديال 5 مليون درهم والثاني 100 مليون ديال 100 مليون سنتيم، يعني 1 مليون درهم، يعني ما يعادل 6 مليون درهم 600 مليون سنتيم. اللي توصلنا بها من عند الوداد هو 800 الف درهم، هي 80 مليون سنتيم، يعني مازال 520 مليون باقي ما توصلنا بها حتى يعني. فهاد اللحظه اللي كتهضر معايا السيكيا، درت الرساله الاولى ميزون دومور الاولى والثانيه والثالثه، كانت هذه مده ديال 4 ايام. اذا انا اليوم راه نتحاسب غدا في الجمع العام. علاش انا بعت هاد اللاعبين؟ اش قلتها لكم اخي في اول لقاء مني دوزت الصفقه، جيت جلست معكم نتوما الاولين، قلت لكم ان هاد الصفقه ديال هاد اللاعبين دازو باش نحل بهم المشكل ديال من ديال هاد السيرفي اللي غادي توصلني في جوان. انا وصلت دابا في جوان باش نخلص هاد المونطون ونسير بها هاد الموديل اللي كاينه ديال اللاعبين باش ما يبقاش المشاكل. اذا اليوم شباب المحمديه راها عندها كتسال فريق الوداد البيضاوي 520 مليون. حنا راسنا اخر رساله كانت عندي معهم هذه 4 ايام، اذا انا كنتسنى الرد، ولا رد ولا جواب. اذا اليوم خصني انا غدا ملي غنجي للجمع العام راه اول مرخرط غينوض يسولني يقول لي شريف علاش ما خديتيش وانت كنتي في امس الحاجه. راه باش ما نبقاوش كدبوا على راسنا، راه الشباب كيفاش كتسير الاخوان راه عارفه العادي والبادي. راه ما يمكنش هاد الاخوان اللي كاينين في المكتب راه اليوم نعيط لفلان وانا والاخر ونجي ونجمعوا هكا وناخذوا مع فلان وهذا بين ما تدخل هادي، هادشي هو اللي كاين. ما نبقاوش نضربوا بالشمش بالغربان نقولوا حكا راه كاينه عند الشباب كتدخلها بطبيعه الحال بهذا المشكل ديال الوداد. نعم. بطبيعه الحال الا ما لقيتش الحل، انا كنقولها لك الا ما لقيتش الحل من هنايا، حيت حنا عندنا مشاكل شباب المحمديه عندها مشاكل، انا خصني نخلص اليوم هاد من غير هاد لي 11 مليون درهم. انا ما كنهضرش، عندي طرق اننا حنا كندقوا باب السيد العامل غدا غنمشيو نطلبوا لقاء وغنعطيو هاد لا سيتياسيون كامله، ولكن انا اليوم راه من هنا لو 30 جوان خصني نخلص 167 مليون. الا ما خلصتهاش راه راه غادي نسمعوا. ما المهم نتمنوا انه، ولكن اليوم انا غدا ملي كما قلت غيجي منخرط يقول لك علاش ما نطيش كتغوت على 520 مليون اللي كتسال الوداد، علاش عباد الله كيتسالوا هادي، علاش اللعابه كيتسالوا مازال لهم لي بريم مازال هذا. انا اليوم خصني نجلس مع لاعبين عندنا في الفريق وخصني نجلس معهم من غدا ان شاء الله. سالت العقد ديالك افلان بغيت نيغوسي معاك باش تزيد معايا، راه ما يمكنش. وشنو الا خلينا مشاو هاد الاربعه اللاعبين ولا خمسه اللي عندهم العقود ديالهم ولاو ليبيا باش غتلعب العام الجاي؟ راه مشكل كبير هذا. اذا كيف ما قلت لك استاذ هاني، هاد الناس اللي كيهضروا كيقولوا هادي ها فين خصهم يمشوا يهضروا؟ ها المشكل الحقيقي هو هذا، راه ما كاينش حاجه اخرى. ولا كاين شي، انا مازال كنعاود، ولا كاين شي واحد اللي في يده الحل دابا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.